خرج العشرات من المواطنون في مظاهرات حاشدة للاحتجاج على استمرار نظام الولي الفقيه في سياسته التخريبية وقمعه لحقوق وحريات المواطنين والعمال، حيث شارك في هذه المظاهرات العشرات من المزارعين بمدينة ورزنة بمحافظة أصفهان نحو مبنى المحافظة للاحتجاج على عدم صرف رواتبهم وسرقة حقوقهم من قبل جهات رسمية تابعة لنظام الولي الفقيه. يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في شهرها الثاني، والتي واجهها النظام الإيراني بأبشع سبل القمع والتنكيل بأبناء الشعب الإيراني المضطهد، والذي خرج احتجاجا على تفشي الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب اتباع النظام سياسة التجويع لشعبه وإنفاق ثروات البلاد على تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة. وللقاء تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالشأن الإيراني معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب السعودي عبد الله العالمي. نرحب بك أستاذ عبد الله. مساء الخير. أهلين وسهلا. بداية، ما نشهده على الساحة الإيرانية من استمرار وتصاعد في حدة التظاهرات والاحتجاجات الإيرانية في مختلف المحافظات، ما هي قراءتك لمستقبل هذه المظاهرات واستمرار انتهاك النظام لحقوق شعبه؟ طبعا أكيد واستخدامه لسبل أو أبشع السبل في تعذيبه واعتقاله. نعم، بداية أشكركم على المقابلة، وطبعا أنوه إلى أبارك للبحرين الشقيقة خاصة وزارة الداخلية القبض على 116 عنصر إرهابي مدعومين من السلطة الإيرانية في الفترة الأخيرة. والمزعج في الأمر طبعا استعمال هذه العناصر الإرهابية للتي إن تي ولسي فور شديدة الانفجار، يعني الحمد لله رب العالمين أن يعني تم القبض عليهم. بالنسبة للتطلعات الآن الفترة القادمة في إيران، طبعا هناك تصاعد في المظاهرات، تصاعد في الحالة الإيرانية على الشارع. هناك لدينا تاريخين هامين، يوم الثلاثاء القادم والثلاثاء الذي بعده. الثلاثاء القادم 13 مارس هو سيكون يوم النور والحرية في إيران. في الثلاثاء اللي بعده اللي هو يصادف 20 مارس، مناسبة طبعا السنة الإيرانية الجديدة نوروز، ويعني نتوقع أن كما تتوقع مصادر الأخبار في العالم، نعم، أن تكون هناك مظاهرات في إيران، أن تكون هناك إشعال للحرائق. الشباب لن يصمت، الشباب لن يسكت على هذه الممارسات الإيرانية التعسفية بحق الشعب الإيراني، سواء كان في لقمة عيشه اقتصاديا أو إن كانت سياسيا داخليا أو مع دول الجوار، دول مجلس التعاون الخليجي أو دول العالم، وحتى تدخلوا في العراق ولبنان وفي اليمن، وأصبحت إيران تمد ذراعها في عدة أماكن حول العالم، وهذا طبعا يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للجميع. نعم أستاذ عبد الله، بالأمس أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف دريان في طهران محادثات مع الحكومة الإيرانية تتعلق بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق النووي وأيضا برنامجها الصاروخي والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. برأيك ما هي انعكاسات هذه التعنت على السياسة الخارجية لإيران وعلى استقرار الوضع الأمني في المنطقة؟ نعم، الزيارة مع الوزير الخارجية الفرنسية إلى إيران كانت فاشلة بامتياز، وهذا باعتراف الجهات الرسمية الفرنسية. نعم. لماذا كانت فاشلة؟ لتعنت الإيراني زي ما ذكرت حضرتك. لدينا الآن تاريخ آخر خارج فرنسا، وهو الديدلاين أو التاريخ الذي وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 12 مايو، وهو تاريخ انتهاء الفترة التي منحها الرئيس الأمريكي للكونغرس لإعادة تقييم الاتفاقية مع إيران، يعني بين وبين 12 مايو 60 يوم من الآن. نعم. وأغلب يعني التخمينات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العالم تقول أن حتى أوروبا التي وقعت اتفاقية مع إيران قد تتراجع عن هذه الاتفاقية، كما يطالبها بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
نعم طبعا أنت حضرت معك وثائق تتعلق بالأوضاع الحالية في إيران كما نشاهد، هل لك أن تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع؟ أكيد بكل سرور. أنا عندي أحب أعرض الخريطة، ما أدري إن كانت واضحة ولا لا على الشاشة، ولكن هذه الخريطة توضح. طبعا الشاشة موجودة للمشاهدين معروضة. ممتاز. طيب الشاشة طبعا توضح سواء كان شمالا في رشت أو في تبريز، إلى نمر إلى الشرق في برجد وفي خرسان، كرمان في الوسط، بندر عباس في الجنوب، نعم. شيراز، انتقلنا غربا الآن وإلى إلى إلى كرمشا وهمدان وكردستان طبعا إيران، زنجان، هذه المناطق كلها شهدت اضطرابات، المعلمة بالأحمر شهدت اضطرابات في الفترة الأخيرة. دخلنا نحن الآن في الشهر، تقريبا في الشهر الرابع نعم. من الانتفاضة الإيرانية. الوضع الاقتصادي محبط جدا، العالم يروح إلى يعني ذهابهم إلى البنوك بغير فائدة، لأن البنوك موصدت الأبواب. نعم. وإذا فتحت أبواب البنوك فلا يجد المواطن الإيراني أي دخل أو إمكانية للحصول على أي أموال من هذه البنوك. متاجر الغذاء طبعا مغفلة لأن لا يوجد فيها غذاء. المرشد الإيراني حالته الصحية خطيرة. الوضع الإيراني، وضع الرئيس الإيراني أيضا وضعه خطير جدا، لأن هناك المحافظين الإيرانيين يريدوا أن يسقطوا الرئيس روحاني. نعم. لسبب أو آخر، ومنذ يومين كان يعني يخطب بهم في مجلس الشورى الإيراني ويعنفهم على يعني سياستهم، ولكن هم يعني سائرون بسبب إحباط الرئيس للمتشددين عن عدم تطبيق الاتفاقية الإيرانية مع الدول الست والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. هذا ما أثار غضبهم. نعم الأستاذ عبد الله المعلمي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار. أهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا لك.